أهلا وسهلا بكم. وبهذا الدرس نريد نعمل ريفاكتور للكود. أفتح الاب جي اس اللي هي انتري بوينت للتطبيق مالتنا. عندنا هنا اللوجيك للاتصال إلى الداتابيس. هذا أنا راح أخليها في فايل موحد، ما راح أخليها هنا. أسوي نيو فولدر وأسميها config. في داخل هذا الفولدر اعمل نيو فايل واسميه db.js بهذا الشكل، واكتب function connect to db، وراح اعمل cut لهذا واجيبها هنا. وايضا نحتاج المانجوس، اعمل cut للمانجوس لان ما احتاجها بعد في الاب. اجي على الdb، هذا الفانكشن راح يعمل كونكشن الى الداتابيس. مثل ما تعرفون في جافا سكريبت نقدر نكتب هذا الكونكشن الى الداتابيس طريقتين. هذه هي طريقة نقدر نقول عليها قديمة، واذا نريد نكتبها بطريقة جديدة نكتبها في try و catch بهذا الشكل. طبعا نفس الفكرة بس السينتكس تختلف، يعني اذا تكتبها بهذا الشكل او هذا الشكل راح يعمل لك نفس الشغل. انا راح اكتبها في try و catch، فراح اكتب هنا اعمل copy لهذا في try paste بهذا الشكل mongoose.connect واعطيه ال connection string، وايضا راح اكتب جواها هذا اعمل copy واخليه هنا. حلو، واذا كان error اعمل copy لهذا واخليه في الكاتش، وهذا بعد ما اريدها اعمل كات، خليها هنا واخليها في كومنت. يعني هذا وهذا نفس الشغل يشتغلها، هذا السينتاكس الجديد نقدر نقول عليها وهذا السينتاكس القديم. ولازم اعمل اكسبورت، اقول module.export يساوي connect to db، ولازم اعمل import للconnect to db في الاب. اجي هنا في connection to database جواها اكتب connect to db، لاحظ سوالي auto import connect to db، سوالي auto import. افتح الterminal، طبعا تشتغل، لاحظ تشتغل السيرفر مالتي. اطلع من السيرفر control c yes npm start على ما نشوف، لاحظ تشتغل connected to mongodb. حلو. وثاني شيء انا عندي هنا 4 راوت مسوي امبورت لها، اقدر امسحها وانادي على هذا مثلا بوك باث في داخل الاب يوز بهذا الشكل. راح اعمل كات لهذا، لاحظ كات، واخليها هنا. يعني اخلي الريكواير ميثود في داخل الاب يوز، وراح يعمل الريكواير هنا، واقدر امسح هذا ما احتاجها، تصير اقل كود. وايضا للاثرز اسويها واجيبها هنا. حلو، وللاث ولليوزرز. حلو، API users user auth auth authors works. حلو، لاحظ صارت الـ يعني الاب جي اس شوية مرتبة اكثر من القبل. وبعد شيء الدات اي ان في بصراحة انا ما احتاجها في الانتري بوينت، اقدر اكتب هنا دات كونفيج، لازم انادي على الدات كونفيج ميثود بعد هنا ما احتاجها هذا الشكل. ايضا هذا امسحها، سوينا الاب جي اس مرتبة اكثر. كملنا الشغل في الاب جي اس، فافتح الاث. في الاث عندنا الريجستر واللوجن، وعندنا هنا هذا الاكسبريشن jwt.sign، هذا يعمل نيو توكن كتبناه في الريجستر، وايضا نفس الحاله كتبناه في اللوجن. يعني ايضا في اللوجن يعمل نيو توكن، وكتبنا الكود مرتين. نقدر نعملها بشكل افضل. افتح الموديل موديلز في اليوزر بعد اليوزر سكيما،
active comment generate token، يعني اقدر اعمل token في داخل ال user file. active user schema، هذا ال user schema، هذا ال user schema تعتبر class. dot methods، يعني اقدر اضيف الى user schema method. dot اسمي الميثود generate token يساوي function هذا الشكل. جدا مهم الفانكشن اللي هنا تكتبها، ما تقدر تكتبها arrow function، لازم تكتبها بهذا الشكل لان هذا اليوزر سكيما تعتبر كلاس. هسه راح تشوفون الفكرة. اعمل كوبي لهذا للJWT sign copy واجيبها في داخل الجنريت توكن. اسوي الريتيرن وايضا احتاج شنو الJWT، اخذها من الاث واجيبها في اليوزر بهذا الشكل. وين هذا هنا، وهنا ما عندي يوزر، اكتب this.id واكتب this.isadmin. ان اليوزر سكيما كلاس والthis يشير الى object من هذا الكلاس. يعني اذا انت شوية تعرف object oriented programming راح تعرف الفكرة. فthis يعني هذا اليوزر، اعتبره هذا اليوزر. مثلا هنا this يعني هذا اليوزر اللي يريد يعمل register، لان من نعمل new user في الميموري يصير new object من اليوزر. وهذا this يعني this يعني هذا، يعني هذا اليوزر اللي كتبنا البروبرتي مالته في يوزر سكيما. وناخذ الاي دي مالته ونعطيه للبيلود، وناخذ الادمن ونعطيه للبيلود. اجي على الاث في الريجستر، امسح هذا يعني JWT sign ما احتاجها. اكتب يوزر يعني هذا اليوزر، واكتب شنو اسم الميثود كان في اليوزر generate token. اعمل كوبي وارجع generate token. حلو، ونفس الحالة اسوي كوبي لللوجن هنا، امسحها واخليها. حلو، هذا راح يعمل لنا توكن. اجي على اليوزرز في الجافا سكريبت، اذا نكتب الفانكشن arrow function مثل هذا الشكل، هذا الشكل. في arrow function في جافا سكريبت ما يعرف this، لان نريد نستفاد من ال this keyword لازم نكتبها function اعتيادي هذا الشكل، لازم نكتبها. افتح البوستمان على مود نعمل اختبار. اول شيء اشوف التيرمينال هل تشتغل السيرفر مالتي، نعم تشتغل. في البوستمان اريد اعمل لوجين مع يوسف، ارسل ريكويست، لاحظ تشتغل واعطاني توكن. حلو، فهذه الفكرة كانت من هذا الدرس، عملنا ريفاكتور للكود. وشكرا جزيلا لكم، وأراكم في الدرس القادم.